الإنسان كائن جائع للحب، والحب هو الله، وبالتالي فهو جائع إلى الله. وعالم اليوم بكل ما فيه من تقدم وإمكانيات وتكنولوجيا وغيرها لا يستطيع أن يشبع الإنسان، ولذا نرى انتشار الخطية والعنف والجريمة بصورة كبيرة، مما سبب القلق وغياب السلام والهدوء وراحة البال من قلوب كثيرة. والسبب أنها غير شبعانة بحب الله، لأنها بعيدة عنه. وفي تقليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية نقرأ معجزة إشباع الجموع في الأحد الخامس من الشهر القبطي، ولذا نسميه أحد الشبع أو إنجيل الشبع، أو نسميه إنجيل البركة.